هنا دابا كيف ما كتشاهدوا دابا بعد ما ان شاء الله النقافة جات حضرت الحضور ديالها النقافة من هنا تحية لها من هذا المنبر وتابعونا ان شاء الله في الاجواء ديالنا وفي العرس ديال هاد البنيه الله يثبت لها الغرس والله يجعل لها كل شيء بارك مسعود والله يكمل بخير وتحيه لخوتنا المغاربه فين ما كنتوا اينما حلنتم في جميع بقاع العالم كنشكركم جزيل الشكر على التفاعل الدائم ديالكم مع القناه والله يحفظكم والله يضمنكم والله ييسر امركم كاملين وهنا دابا كيف ما كتشاهدوا الضوء ان شاء الله راه جاي حمر العيال ديال العروس راه ما كاينين يتفرجوا على بعضياتهم في الاستقبال ديال الضوء ومرحبا بكم ان شاء الله في هذه الاجواء ديال العرس دوار الزينه تحيه ليهم اللي هو المسقط الراس ديال الام ديالي وديال زوجه الاب ديالي مرحبا بكم الله يرحم اللي مات والله يطول في عمر اللي باقي مرحبا بخوتنا المغاربه هنا كيف ما كتشاهدوا هاد الدفوع ديال البحيرات ودوار الزينه مرحبا والله يثبت الغرس والله يجعل كل شيء بارك مسعود والله يكمل كل شيء بخير تبارك الله على العريس تبارك الله على سيدي سمير السلام عليكم مرحبا بكم مرحبا بكم
واش عندك الكلمه ولا شي جديده ولا شي جديده ولا شي جديده يلا ناس اسفين ناس بزوله